يوم هادي راجع من الشغل، ايه التلفزيون الجامد ده؟ سمارت وفور كي، فرجة على ماتشات بقى، افلام زي ما انت عايز، اعلى جودة اهو. ايه مالك يا حبيبي زعلت ليه؟ غالي؟ طب ما تقسط مع حالك، في منتجات كتير تقدر تشتريها وانت في مكانك بقى، اقل مقدم واريح قسط. ده انت كمان لو نزلت الابليكيشن اول قسط هتدفعه هيرجع لك 30 جنيه في الوقت.